إدريس السنتيسي. من بعد سالي السنتيسي. تفضل السنتيسي. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون، أتشرف بتحدثي باسم فريقي اتحاد الحركات الشعبية بخصوص مشروعي قانون رقم 1701 يتعلق بالحسنة البرلمانية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 6300 المتعلق بالمحكمة العليا. إن مشروع قانون الحسنة البرلمانية أسال مذاذا كثيرا منذ عدة سنوات، وتمت مقاربته انطلاقا من مواقع مختلفة، حيث اتسمت المواقف طارة بالاعتدال والالتزام وبالتطرف والمغالاة طارة أخرى. وإذا كانت بلادنا تنخرط حاليا في مسار تنموي على مختلف الأصعدة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مع ما يتطلبه هذا المسار من تخليق لكافة مجالات الحياة العامة للمغرب والمغاربة، فإن الأسرة الحقلية المكونة لاتحاد الحركات الشعبية عملت دائما على تحقيق هذا المبتغى، ونضلت من أجله في إطار مغرب تعددي وديمقراطي بعيدا عن كل هيمنة أو احتكار لأحادية الفكر والمذهب. واليوم وبلادنا تقطع أشواطا هامة على ضرب الديمقراطية والتعددية السياسية، وتنخرط في إعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي لمسايرة المتطلبات والمستجدات التي يفرضها العصر الراهن. فإن الفرق الحركية باعتبارها مكونا هاما داخل الأغلبية البرلمانية، واعية تمام الوعي بهذا المناخ العالمي وبالطموح المغربي المشروع في تسلق سلم النماء والبناء والتخليق الشمولي لمختلف مناحي الحياة وخاصة الحياة البرلمانية. وفي هذا الإطار السيد الرئيس، ونحن نتدرس اليوم هذا المشروع، مشروع قانون، نؤكد أنه جاء بتحديد المسطرة التي يجب أن تسلكها النيابة العامة لإحالة طلب الإذن على مجلس البرلمان المعني، أو المسطرة التي تمكن من طلب توقيف المتابعة أو إطلاق سراح أحد أعضائه، وهو نص جاء لتدعيم العمل النيابي وتوفير الضمانات الكافية للبرلماني في إطار الامتياز الذي يحظى به، علما أن الفصل الخامس من الدستور ينص على مبدأ مساواة الجميع أمام القانون، أي أن امتياز الحصانة الذي يتمتع به البرلماني يظل مقيدا بشروط حددها الفصل 39 من الدستور يجب احترامها، سواء أثناء ممارسة مهامه داخل الدورات أو خارجها، مع مراعاة عدم المس بالمقدسات الوطنية. كما أن هذا النص جاء لتمكين البرلماني من القيام بالنيابة البرلمانية وحمايته من أي متابعة غير مبررة. ولعل حرص السيدات والسادة النواب على أن يسهر الوكيل العام للملك أو نائبه الأول على تقديم الطلب بناء على العناصر التي تجمعت لديه لتحريك مسطرة الدعوة والتعامل الإيجابي للحكومة مع هذا الحرص، لا خير دليل على الرغبة المشتركة للنواب والحكومة على حد سواء من أجل إشاعة ثقافة الحقوق والواجبات في الحياة البرلمانية والسياسية عامة، تدعيما لمفهوم دولة الحق والقانون. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، فيما يخص المحكمة العليا، لا بد من الإشارة إلى أن مجلس النواب يحقق خطوة هامة، وهو يناقش ويصوت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة العليا المنصوص عليها في الدستور،
والفريق الحركي وفريق اتحاد ديمقراطي يسجلون بكل إيجاب إعداد هذا المشروع الذي قدمته الحكومة، والذي يعد في نظرنا أحد الركائز الهامة للديمقراطية والتسجيل العملي لمفهوم دولة الحق والقانون، والذي يجب أن يسري على الجميع وبدون استثناء. إن تفعيل هذه النصوص الدستورية يعطي الدليل على أن بلادنا تسير في اتجاه الإصلاح والبناء وتحديد المسؤولية والمحاسبة، وهو توجه ومطلوب دائم لجميع المكونات البرلمانية والأحزاب السياسية بما فيها أحزابنا الحركية، وذلك إيمانا منا بوجوب مساءلة جميع من يتحملون مسؤولية إدارة وتدبير الشأن العام عما قد يرتكبونه من أعمال مشبوهة أو جنايات أو جنح أثناء ممارستهم لمهامهم. وبالرجوع إلى مضمون النص القانوني، نلاحظ أنه جاء متوازنا ومتوفرا على مقتضيات تعطي الضمانات القانونية في إطار جهاز قضائي سياسي واضح، ولا سيما تركيبته لجنة التحقيق التي تعد أهم عنصر في آلية المحكمة. وقد نصت المادة الرابعة على التساوي بين عدد البرلمانيين وعدد القضاة المحترفين، وأن جلالة الملك هو الذي يعين رئيس اللجنة التي تقوم بدور قاضي التحقيق، وأن تكوينها الثلاثي سيمكنها بلا شك من التعمق والتحليل والدراسة الكافية للوقائع وتطبيق النصوص القانونية، بالإضافة إلى أن مهام النيابة العامة قد أسندها القانون إلى أسماء قضاة النيابة العامة بالمجلس الأعلى إلى جانب وضوح مسطرة التحقيق. السيد الرئيس، إن الفريق الحركي وفريق الاتحاد الديمقراطي سيصوتون بالإيجاب لفائدة هذين المشروعين، آملين أن لا يحدث ما يستدعي لتحريك مساطر متابعة أي عضو من الحكومة أو عضو من البرلمان سواء داخل اللجنة أو المحكمة، لأننا نثق كثيرا فيما يتحلى به المسؤولون السياسيون المغاربة من دماتة الخلق والشعور بالواجب وأداء الأمانة. كلا الله جهودنا جميعا بالسداد والتوفيق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وإياده، حتى تنعم بلادنا في حلل الرقي والازدهار والسلام. شكرا للانتباه. شكرا سيدريس سنتيسي.